ونستضيف هذه المرة من مدينة لوزان السويسرية هاورد يو أستاذ في جامعة اي ام دي بزنس سكول للحديث حول هذا التقرير. بروفيسور اهلا بك. يعني اليوم انا انظر الى هذا التقرير واول جملة مكتوبة بان ابل ستكافح لمواكبة جوجل وامازون، يعني رأيت هذه العبارة قد تكون مثيرة للجدل، ولكن حدثني بداية عن المعايير التي تتخذونها لتقييم هذه الشركات، وخصوصا عندما أنظر اليوم مثلا على أبل تقييمها 3 تريليون دولار في السوق وتستمر في التحليق، وأنتم تقولون بأنها قد لا تواكب هذا التطور. ما هي المعايير؟ لدينا معايير محددة جدا فيما يتعلق بالنظر إلى هذه المؤسسات واستعدادها لتغييرات في المستقبل. إذا كان لدي تقييمات عالية هذا لا يعني أن المستقبل مشرق، ولكن بالطبع إذا كنا ما ننظر بدءا من النظر إلى صحة العمل نفسه، وأيضا ننظر إلى فيما يتعلق بالبحث والتطوير، وأيضا هذا فيما يتعلق بالقطاع. وبالنسبة للشركات حتى تستثمر في المستقبل ينبغي وأن تستثمر في مجالات جديدة، وهذا ما ننظر إليه، لأن إذا كان كل شيء لديه تقييمات عالية ولديهم نفس الأمور من نفس الشركات والقطاعات، فإن القدرة على النظر إلى الخارج ستكون محدودة. إذا النظر إلى كيفية انفتاحها على المغامرة API والتعاون والابتكار، إذا نقيس كل ذلك وكيف تكون الشركات منفتحة فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، سواء إذا كان هناك نظام لذلك وإنها مفتوحة لكل أو منفتحة للجميع، وأيضا هذا سيؤدي إلى الابتكار وفيما يتعلق بالمسارات والخدمات الجديدة وأيضا كل ذلك في السوق. إذن كل شيء يتعلق بالناحية النسبية، ولكن أنت على حق، التكنولوجيا صعب جدا أن تكون في أعلى القائمة، ولذلك نرى أن بعض الشركات نتوقع أن يكون أداءها ممتازا، ولكن فيما يتعلق باستعدادها لتغيرات المستقبل ربما سيكون هناك بعض الأمور التي لا تناسبها. في شركات التك دكتور، ما هي الشركات التي ستكون الأسرع في مواكبة هذا التطور؟ ما نرى في قطاع التكنولوجيا أمر مثير للاهتمام، وما يحدد النجاح هو القدرة على أن تكون رائدة للأعمال، أي أن يكون هناك منتجات جديدة وخدمات جديدة ونماذج أعمال جديدة، وأن يكون هناك جذب ومسار على المدى الطويل. وهذا ما نرى في التقرير، أن هناك شركات مثل جوجل وأمازون في المقدمة، لا سيما أن لديها نسبة كبيرة من أن تجلب خدمات جديدة إلى المستهلكين. ولكن فيما يتعلق بتصنيع رقائق شركات مثل AMD وميديا، وهي أيضا عند مستويات عالية إذا مقارناها مع إنتل على سبيل المثال، لأن هذه هي الرقاقات التي تقوم بتصنيعها وتستمر في الاستفادة من معرفاته في الماضي وتنتقل إلى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأيضا الألعاب عالية المستوى وأيضا المجالات المهمة. إذا هذه الشركات التي تعد في أعلى القائمة من هذا القطاع. لماذا معظم هذه الشركات اليوم على قمة هذه اللائحة هي في الولايات المتحدة وليست في أوروبا أو في أماكن أخرى؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بشيء لا يمكننا أن نفكر في الابتكار كالمسؤولية للقطاع الخاص، فهذا يتطلب نظام بيئي وبنية تحتية. أيضا فيما يتعلق بقطاع السيارات، بالطبع هناك بعض الشركات مثيرة للاهتمام في الهند أو الصين، ولكن كما تعلم من ناحية تاريخية الولايات المتحدة لديها سهولة في إقامة الأعمال، وأيضا البنية التحتية ليست سيئة فيما يتعلق باختيارها. ونتيجة لذلك عندما تفكر الشركات ليس فقط في السيارات والتواصل والبنية التحتية بين المدن، نرى أن الشركات الأمريكية هي التي لديها هذا التقدم، فالأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص والمعارف الهندسية، ولكن البيئة الخاصة بالأعمال، النظام البيئي والذي يتماشى مع المال المغامر والمسؤولية، كل ذلك موجود. وذلك نتيجة لذلك فإن هناك تسهيل هذه المؤسسات أن تكون تنافسية ومستعدة للمستقبل. دعني أسألك عن البنوك، يعني ونحن نتحدث عن القطاع المالي منذ سنوات عندما بدأنا نشهد صعود في شركات الفنتك،
في البداية كان يعتبره بأنها تكنولوجيا ولن تؤثر، ومن ثم بدأنا نشهد كيف تضعضعت الكثير من البنوك أمام الفاينانشال تكنولوجي. البعض حاول التغير، البعض لم يكن بنفس السرعة المطلوبة. برأيك ما هي أبرز البنوك اليوم التي واكبت هذا التطور، ومن هي التي اليوم تتخلف عن هذا التطور؟ ما نرى هو أيضا هناك تحذير كما ذكرت الأمر. في ذات يوم اعتقدنا أن لدينا مصارف ولدينا فرصة كبيرة في الاستثمار، لأنهم يعرفون البيانات الخاصة ويعلمون الحسابات المصرفية ولديهم ثقة كمستشارين ماليين، ولكن تبين أن هذه المصارف أيضا ليس لديها فرصة كبيرة. ما نراها كنظام للفينتك هو الشركات الخاصة بالدفع مثل فيزا كارد وماستر كارد بصفة أساسية، لأنها تستوعب الابتكارات الخاصة بالفينتك وقادرة على التعاون مع المنافسين مثل باي بال أو أبل باي أو جوجل باي. إذا هناك المزج، وحتى يكون هناك أيضا وثاقة للصلة في المستقبل. مقارنة بذلك لا نرى هذا الذهن المفتح أو نظرة المستقبلية بين المصارف تقليدية، ولكن لا يزال هناك لاعبين تقليديين مثيرين للاهتمام مثل اي بي اس من سنغافورة، فلديها بعض تغييرات أساسية فيما يتعلق بإقامة الأعمال، وكانت منفتحة جدا على التعاون مع اللاعبين غير التقليديين. أعتقد أن المصارف الإقليمية كانت محافظة جدا، وهي التي ستضرب أو ضربت أثناء الجائحة، ومستقبلا وذلك في مرحلة إعادة النمو ستكون ربما هي التي سيفوتها فرص النمو العالية. طيب سؤال أخير وأرجو باختصار هاورد، وهو متعلق بشركات السيارات. تسلا على ما أعتقد أنها تحتل المرتبة الأولى، هل تعتقد الشركات الصينية بإمكانها المنافسة خلال الأشهر والسنوات القادمة؟ أعتقد أن ما عرضت الجائحة هو المعارف الجديدة، وأنه ينبغي وأن يكون هناك استيعاب لشركات السيارات، وأنه الأمر يتعلق بشركات السيارات فحسب، ولكن أصبحت الأمور مكونات تتعلق بالرقاقات وتتعلق بالبرامجيات. وتسلا تخفى وقت لأنها استمرت في إنتاجها على الرغم من نقص الرقاقات، وسمحت أيضا لتسلا أن يكون لديها صناعة الرقاقات الخاصة. وبعض الشركات الصينية أيضا سوف تقوم بنفس الشيء، وأيضا هناك بعض الشركات السيارات الصينية التي ستقوم بذلك. وأعتقد أن اللاعب الصيني مثير للاهتمام، فهم شباب وليس لديهم تاريخ طويل، ولكن فيما يتعلق بالإمكانيات أنا متفائل فيما يتعلق بالمستقبل، وذلك مقارنة ببعض المنافسين في سيليكون فالي. إذا علينا أن ننظر إلى هذا الأمر ومن هو الذي يقود في المستقبل. والجائحة قد أظهرت الكثير من الصور المختلفة قبل وبعد كنتيجة لذلك. هاورد يو أستاذ في جامعة IMD Business School، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. شكرا لك.